بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا جديد. والنادي فضاء الإبداع كما يعرفكم نادي متعدد المواهب دخل بقوة للساحة في النوادي. كل الشكر لهم على هذا الحفل. ما يقلكم شيء أن مدير الجامعة غائب لهذا يعتذر عن الحضور ويشكركم، يقول لكم كل أبواب الجامعة مفتوحة لأي دعم مادي أو معنوي. ما يقلكم شيء أن عندنا ثلاثة نوادي العام هذا دخلنا بقوة على عندنا ثمانية نوادي، ومن هذا المنبر أدعوكم إلى المديرية لأي نادي حبيب النادي مرحبا بكم. نيابة عن مدير الجامعة أعلن افتتاح نادي فضاء الإبداع. ألف مبروك، مشكورين. هذه فكرة نادي فضاء الإبداع هي كانت فكرة العام الماضي، لكن ما كانش الوسائل متوفرة عفوا باش ندير هذا النادي. جاتني الفرصة أن ندير سنة. فكرة نادي أنه درت نادي ثقافي نجمع المواهب كامل من مختلف الشعر والخواطر والمسرح والإنشاد، ونكون نادي يكون ثقافي متنوع. اسمي غنامي كروان أسماء، أنا عضوة في هذا النادي وشاعرة ونائبة في نفس الوقت. كان دوري اليوم في تقديم قصيدة، أنا وثلاثة شعراء معي قدمنا قصيدة بعنوان فلسطين.
وأنا أتشرف بحضوري في هذا النادي، نادي فضاء الإبداع. دخلت فيه عندي موهبة الرسم، نرسم، حبيت ننمي الموهبة تاعي ندخل، وكان حافز نادي فضاء الإبداع في هذا الموهبة تاعي. حقيقة حبيت ياسر منها وباش نطور ياسر من رسماتي ونشارك في مسابقات ومعناها حوايج ولائية عادي نورمال، إن شاء الله نكون معناها ياسر رسمات سمحة تعجبكم. بسم الله الرحمن الرحيم، بن عز أحمد أمين، ناشط على عديد من الأصعدة وأحد أعضاء هذا النادي، من مواهبي رئيس الأراجوز والتصوير والمونتاج وصانع محتوى حالي. معكم طالب بن جدو عبد الكريم، طالب موهوب في مجال المسرح الصامت والرقص العصري، المسرح الإيمائي ولا المسرح الصامت والتعبير الجسماني. اليوم جينا نخدمه في هذا الافتتاح تاع النادي هذا، اللي هو يضمن مجموعة من المواهب واللي يحبوا يبرزوا روحهم والمواهب نتاعهم في الجامعة وينشطوا، يعني بخلاف الدراسة وكل شيء، يعني لازم يكون المجال يعني هذا اللي يقدر يفرغ فيه الإنسان طاقات نتاعه السلبية وكل شيء. وإن شاء الله ربي يوفقنا إن شاء الله ونضموا مجموعة من المواهب تاع هذا الجامعة هذه، المواهب الضائعة اللي نقدر نقول ولا لا. والحمد لله يا ربي إن شاء الله قدرنا نتوفقوا في الافتتاح هذا، وإن شاء الله مزيد من النجاحات إن شاء الله في النشاطات القادمة إن شاء الله. طالبة صفية أبو خزة، تخصص تروازيام ليسانس، علم نفس مدرسي، موهبتي هي كتابة الشعر والخواطر، أنا عضوة في نادي فضاء الإبداع. نتمنى إن شاء الله نكون عندي يعني حسن ظن الجميع، وإن شاء الله يعني كامل المواهب نتمنى أنه تنضم لهذا النادي، لأنه يعني نادي بمعنى الكلمة يعني كامل المواهب وكامل، نحاولوا دائما ندعموا أنفسنا، وما كانش يعني واحد هنا يميز في نفسه على الآخر. نتمنى إن شاء الله أن نكون عند حسن الجميع، ومرحبا بكم ومرحبا بجميع المواهب. أنا نرسم، دخلت للنادي فضاء الإبداع باش نطور من هوبتي تاع الرسم. اسمي ياسمين ورجاق، نقرأ سنة ثالثة ليسانس تخصص علم الاجتماع.